وقت نحكي عن انهيار اقتصادي بنحكي دايما عن تراكم خسائر وصراع على توزيعه، بس الانهيار كمان هو قطاعات حققت ارباح على ظهر هالخسائر ووصلت لمحل ما عادت قادره تربح. الانهيار بالنسبه لهالقطاعات هو فرصه لتصفيه الميزانيات قبل فتح صفحه جديده لترجع تراكم الارباح من اول جديد. من التسعينات كانت المصارف والعقارات اكبر المستفيدين من النظام الاقتصادي، واثنيناتهم وصلوا لحيط مسدود قبل انتفاضه 17 تشرين. من نص 2019 استنفدت المصارف قدرتها على توظيف أموال المودعين، وما كان باقي منها بحسابات المصارف برا إلا 9.8 مليار دولار، قيمة بالكاد تغطي التزامات المصارف بالخارج. بالوقت نفسه توقفت تدريجياً القروض المدعومة للسكن وقروض الإسكان، وانتهت طفرة القطاع العقاري. ومع انخفاض أسعار العقار انخفضت مساهمة القطاع العقاري بالاقتصاد اللبناني، ووصلت سنة 2019 لأدنى مستوى لها من أكثر من 9 سنين. بلغت مساحات البنى المرخصة بقانون الثاني 2019 أدنى مستوى إلها من سنة 2011، ومع تدهور هالقطاعين بتكون قدرة الرسامين الكبيرة على مراكمة الأرباح توقفت، وصار ضروري إلها إعلان الانهيار لتصفية الخسائر الماضية حتى تقدر الرسامين ترجع تحقق أرباح. وقت عم تدعي المصارف الدولة لتحمل كلفة هالخسائر، بتكون الرسامين عم بتسكر ملف السنين الماضية من دون ما تدق بالأرباح اللي حققتها بوقتها. ووقتها بتدعي المصارف الناس تفتح حسابات فريش عن جديد، بتكون الرساميل عم تتحضر للمرحلة المقبلة ولإعادة توظيف الودايع الجديدة وكأن شيئا لم يكن. تعودت المصارف اللبنانية على الغنج، وساعدتها الظروف الدولية لجذب الودايع بسهولة وتوظيفها بخيارات بتأمن لها أرباح كبيرة من دون مخاطر حقيقية. بال2007 بسبب الأزمة المالية العالمية ضاعفت المصارف ودايعها وخفضت بنفس الوقت كلفة هالودايع ودفعت عليها فوائد أقل. بالمقابل حققت أرباح كبيرة من توظيف هالودايع بسندات الخزينة اللبنانية أو بشهادات الإيداع عند مصرف لبنان، وتولى مصرف لبنان تثبيت سعر الصرف حتى ما تتحمل المصارف أي مخاطرة بالنسبة لسعر الصرف. وحتى وقت عطيت المصارف قروض للقطاع الخاص، ارتبط 90% من هالقروض بطفرة أسعار العقارات، كانت إما قروض للمطورين العقاريين أو للناس لتشتري بيوت، وكلها قروض بلا مخاطر لأن مقابل رهونات عقارية. وقف تدفق العملات الأجنبية بال2011 وبلشت مرحلة عجز ميزان المدفوعات يلي بيلخص الفرق بين قيمة التحويلات الواردة للبلد والخارجة منه. بوضع طبيعي كان مفروض تنخفض قيمة الليرة، بس فات مصرف لبنان بعملية تمويل تثبيت سعر الصرف للحفاظ على أرباح المصارف من الدين العام بالليرة، ومن هون بلشت تتراكم كتلة الخسائر بميزانية المصرف المركزي. وباسم تثبيت سعر الصرف عطى مصرف لبنان أرباح ضخمة للمساهمين بالقطاع المصرفي وبعض المودعين النافذين تحت عنوان الهندسات المالية. تتلخص هالعمليات بإغراء المصارف لتحويل دولاراتها لمصرف لبنان مقابل ربح فوري بالليرة. المودع العادي كان عم بيخسر، أمواله كانت عم تنحط بمصرف مركزي عم بيصرف الدولارات بتثبيت سعر الصرف، بس المصارف وبعض المودعين الكبار بقيوا يربحوا من الفوائد الضخمة يلي عم تندفع مقابل هالتوظيفات. الهندسات المالية كانت آخر ضرب مربح للمصارف، من بعدها صار الانهيار فرصتها الوحيدة لإعادة ترتيب ميزانيتها. ومعركتها الأخيرة هي تحميل خسائر الماضي للدولة ومش للرساميل يلي حققت أرباح الماضي وعم تستعد لأرباح المستقبل.